وانا صغيره كنت لابسه سماعه عاديه زي اي حد بيلبسها، ما كنت سامعة اي صوت من حواليا ولا اهلي ولا اخواتي. كان دايما ينام عليا وانا اقول لهم مش سامعه، الصوت بيزمر. كنت سامعه خير طول صفاره بس. فمع الوقت ماما عرفت، حتى قال لها على عمليه صناعه ذراع قوقعه. ماما قالت لي تعمليها، فانا ما كنتش فاهمه عن ايه ذراع قوقعه، بس وافقت قلت لها ماشي طالما الحاجه دي هتخليني اسمع، هتخليني احس بالدنيا اللي حواليا. وبعدين عملت العمليه. هي في الاول كانت صعبه، بس بعدين بقيت احسن، بقيت اسمع كل صوت احسن من الاول بكتير. كانت سماعه كنت بسمع بيها ولا كلمه، لكن دلوقتي لما عملت صناعه القوقعه كنت سامعه كل كلمه، كل كلمه حواليا. حسيت بفرح احسن من الاول بكتير. في الاول دخلت مدرسه عاديه مع متكلمين، حسيت الدنيا تقيله، ما قدرتش اكمل فيها. قلت لماما المدرسه دي وحشه، المدرسه دي صعبه، اللي حواليا مش متعاملين معايا كويس، عايزه اروح مدرسه تانيه، مش عايزه اروح المدرسه، عايزه اقعد في البيت. لحد ماما عرفت مدرسه فيها صم ضعف سمع زيي. رحت المدرسه دي، اول ما شفتها لقيت ناس بتتكلم بالاشاره، لان انا كنت متعوده عن الكلام العادي. فشفت الناس حواليا بتتكلم بالاشاره، قلت ايه ده، الاشاره دي صعبه شويه. بس مع الوقت اتعلمتها معاهم، اتعلمتها لوحدي، ما حدش قال لي كده، لا انا كنت بشوفهم بيعملوا ازاي وبعمل زيهم. ولحد ما خلصت المدرسه ثانوي دخلت الجامعه. بس في الاول في مدرسه كان منهج مخصوص للصم، والامتحان كان تمك، كان الدنيا سهله يعني عن الاول. وبعدين دخلت الجامعه، اول ما دخلت الجامعه حسيت بصدمه ان التعليم مختلف، تعليم تقيل من زي الاول في مدرسه. حسيت ان المنهج تقيل واللي حواليا كان الدنيا صعبه، لان كنت متعوده مع المصم بس، دلوقتي بقى صم ومتكلمين مع بعض. فكانت الدنيا جديده، بس بالنسبه لي كانت صعبه. وفي المحاضرات كان يعني صعب شويه، بس كان في مترجم لينا، كان بيترجم لنا الدكتور بيقوله، كان الدنيا بتسهل معايا شويه. جت فتره الامتحانات ببص كده لقيت الامتحان تقيل قوي قوي، لدرجه ان انا ما كنتش عارفه احل فيه، لان في المدرسه كان الامتحان بيبقى مخصص لينا، كان دمك وكان امتحان مخصوص لينا. اما في الجامعه كان امتحان صعب، كان امتحان عادي متكلمين، بس كان المفروض يعملوا لينا امتحان دمك زي ما احنا متعودين، لان احنا من الكي جي لحد ثانوي متعودين على الامتحان دمك. وبعدين يعني الحمد لله عديت السنه وعرفت الدنيا ماشيه ازاي. انا بالنسبه لي انا فاهمه الدنيا، بس هتبقى صعبه جدا مع الصم، لان مش الصم كلهم يعني فاهمين الكلام القرايه، لان يعني في ناس يعني ساعات عارفين القرايه شويه وبيكتبوا شويه، بس بالنسبه لهم الامتحان ده بيبقى صعب، بيبقى كلام تقيل عليهم. مطلوب منهم يعبروا في الامتحان، بس هم صعبين، فاحنا بنتمنى ان الامتحان يبقى خفيف ليهم. في الجامعه لما الدكتور بيقول حاجه هم بيبقوا مش فاهمينهم، بيقولوا ليني الحاجه دي بتقال ازاي، هعملها ازاي، اقول لهم كذا 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 هتتعمل، عايزين محتاجين حاجه، محتاجين مكان اروح معاهم بروح، محتاجين ترجموا الحته دي، ساعات المترجم بيبقى مش موجود بروح معاهم واقول لهم كذا بيقول لكم كذا. وبرده في الكنيسه لما حبيت ان انا انزل ابقى خادمه معاهم، انا حبيت الموضوع جدا، وكلمت المس ماجده وقلت لها انا حابه انزل اخدم، لان انا شايف يعني خلاص كده مش حابه ابقى قاعده في وسطهم، حابه ان انا اساعدهم، اشوفهم بيتمنوا ايه واساعدهم، وانا عارفه افكارهم وعارفه بيفكروا ازاي اكتر من الخادم اللي واقف، وانا زي عشان انا زيهم بفهمه هم فاهمين ايه وبيحسوا بايه. فحبيت ان انا ابقى خادمه معاهم وبقيت اساعدهم، بقيت يعني انا لما قلت لهم انا هبقى خادمه فرحوا جدا، ان انت يعني خلاص هتبقي تساعدينا، هتبقي جنبنا في اي وقت احنا محتاجين فيه. قلت لهم ايوه انا هبقى معاكم في اي وقت احنا محتاجين فيه. زراعه القوقعه حلوه وجميله جدا، هي مش وحشه، هي في الاول هتتعبك، بس مع الاوقات تخاطب، وفي التخاطب مع واحده واحده هتتعود، وهتحس ان زراعه القوقعه احسن من السماعه بكتير، ما فيهاش دوشه، ما فيهاش صداع زي السماعه العاديه، يعني هتحس براحه كبيره. وانا بقول للاهالي ما حدش يخاف، اعملوا العمليه دي حلوه. الناس هتقول لكم العمليه دي خطر، دايما ما تعرض لها، بس انا طنشت كل الكلام ده، لان انا حابه الحاجه دي ومرتاحه فيها، خلاص هي حاجه حلوه مش وحشه، وما حدش يخاف منها، جميله جدا زراعه القوقعه.
انا نفسي بعد ما اخلص جامعه الاقي شغل بسهوله، لان دلوقتي انتم مخلصين الجامعه، فانا بتمنى ان انا مخلص اشتغل والاقي شغل بسهوله زي اي حد متكلم. انا عامله صفحه على الفيسبوك بساعد بيها الصم، زي مثلا ايات هم مش فاهمينها انا باخد الايات دي وترجمها لهم في لغه الاشاره عشان هم يفهموها، عشان انا احس ان اللي حواليا الصم فاهميني وفاهمين ان انا فاهمه زيهم، يعني ما حسش ان هم مش فاهمين حاجه واسيبهم على جنب، لا انا حبيت ان انا اعمل حاجه تفرحهم زي ما اي فرحاني مفرحاني، وبعمل مسامير هم مش فاهمينها بترجم لهم مسامير. واشتركت في مهرجان الكراتة، عملت قصة بلغة الإشارة وطلعت مركز تاني على المستوى، وبعمل كل حاجة عشان هم يفرحهم، بس أهم حاجة عندي إن هم يكونوا مبسوطين.